مرحبا وبيك يا لاباس عليك. عايش اختي ربي يبارك لك. قلت لك نحكي معاك على سويق والاسعار، قلت لي لا انا عندي مشكله، عندي نحب نشكي نحكي على مشكلتي. انت عندك خطا طبي صار لك من زمان، شنو هي الحكايه؟ مشيت حش عم تسعيق، مشيت على مصران الزايده. مصران الزايده حلوا فيا حرب، ثلاثه عمليات في 15 يوم. حشك نحو لي شطر مع التية مسؤول كلوية، نحو لي الطحان فهمتي. مصرانة حشك قصوها لي ودورها لصقها في المعدة، نوريك الخير فهمتي. أنا يعني مركبين لي بلاك طوا، عايشة بها، عايشة بها البلاك فهمتي. 2001 عودوا لي العملية نفس العملية. قبل ما تواصلي انت كي تمشي للسبيطار شنو هي وجاعك؟ انا كي شدتني وجع، شدني كريس، هزوني عملوا لي تحاليل وتصاور، قالوا لي عندك مصرانة زايدة، دخلوني لبيت العملية. العملية بسيطة مصرانة زايدة؟ من العملية نتاع مصرانة زايدة حلوا في حاشك، حلوا لي كرشي ودخلوا فيه وخلوا لي الوسخي وزرته حاشك، المرارة مفلوقة. شنو قعدتي بها قداش؟ 15 يوم، 15 يوم حشك. على 2001؟ لا 2001 معناتها المصرنك اللي ملاصقينها لي في المعده هذيك حشك بعدت من المعده. قال لي الطبيب كان شويه اخر حشك تتفلق لك امك، ما عادش تعيط لك باسمك. عرفتي؟ هيك هوك بعد العمليه قمت في بالي مصرانه زايده هكا. يا اخي الطبيبة قالت لي مضى، قالت لي اخطر عملية عملتها راهو مرارتك مفلوقة وراهي مست لك لمعة نتاعك. بعد 15 قعدت حشك نتقيا، بعد 15 يوم عاودوا لي العملية الثانية حشك، حلوا لي من هنا لهنا. بعد 15 يوم عاودوا لي العملية الثالثة، فهمت. وكي جيت خارجة من السبيطار وربي ما تنظر لي بعين الرحمة، خرجت من السبيطار الطبيب نبه عليا قال لي ردي بالك وحلي عليك، خاطر انا وصلت مرحله يعلم بها كالرب. ردي بالك تمشي لطبيب اخر راهي تجرى لك معناتها كيما صار لك تو. اش معناها تمشي لطبيب اخر؟ حتى طبيب، اي كريز، اي حاجه تجيني ليا انا. في سبيطار انت عديت؟ سبيطار. مش لازم نقول عليك، تو نقول لك عليه وحدك. حاسيلو عدى بيا وقته العشر سنين فهمتي، نمشي له يقوم بواجباته هو الحق فهمتي. عطاني مره باش نعمل سكانير، وجهوني للسبيطار نتاع الجيش نتاع المينيتير. يا اخي ما حبش يخليني نمشي غد، يعملها لي هو في الرابط، عملها لي بلاش باش معناتها ما يشوفوش معناتها الشيء اللي انا فيه فهمتيني. بعد العشر سنين معناتها شدني كريز وهزيت روحي ومشيت، وقال لي نورمال بري مشي مشي عملي عمليتك معناتها وانا في السبيطار الداخلية مش نعملها. شو مشي اخي كل مرة تمشي تعمل نفس العملية؟ نفس العملية اللي هي شنو مسمينها؟ هي حشك، هي المرارة تفلقت لي مست لي لمعة نتاعي. بعد كل مرة وكأنه يرقعوا معناها بلوش. صحيتي صحيتي. هيك رجعت له كي يحكم علي الطبيب مش نعمل عملية رجع، ما حبش نعملها في السبيطار الداخلية، رجعت له لي هو. طردني قال لي ما انا غير ما نعملها لك بري مشي عمليها يا اخي، شنو هي عمليتك سهله ما فيها حتى شيء. بعد ما عملوا لي العمليه فين عملوها لك؟ عملتها في المرسى، رجعت للمرسى عملتها في المرسى. بعد ما عملتها سامحني انت عملتها في المرسى في الداخليه، علاش انت عندك زوجك امني ولا؟ اوكي. بعد 15 يوم مشي نحولي حشيك الغرز، جاني طبيب قال وجهك يا غلي بنتي وين كنتي عايش انت؟ قلت له عليه، قال لي بنتي لمعة نتاعك، قال لي مخيتي نهالك في شكارة واحدة تقولي عليها كعبة عصبية. عارفين هكا اش قالك؟ 60 حتى طلعت ثلاثة مرات في الجريدة فهمتي، وعندي سقوط 91%. فهمتيني؟ ما شكيتش بالله؟ لا شكيت. شكيت بعد ما حكى معايا الطبيب هذايا، وأنا ما عنديش وثائق، ما يعطينيش حتى وثيقة الطبيب، كل شيء عنده هو. فهمتي؟ هذاك ربي سبحانه. سامحني بلي قبل ما نواصلوا، تو انت زوجك امني، علاش مش من الاول مشيت للمستشفى نتاع الداخليه؟ ما نعرفش، لان احنا وقت في البريود هذيك لان احنا عندنا سبيطار ونعدوا فيه فهمتيني؟ هيك
بعد ما عملت العملية حكى معايا الطبيب هكي، مشيت قدمت قضيتي في المحكمة الإدارية. فهمتي عملوا لي إعانة عدلية. فهمتي؟ وقتاش قدمت قضيتي؟ أنا عملتها في 2001 2002 معناتها وقت اللي بديت نتحرك وبديت نسهل وقت عملت جواب زي العابدين ورجعها وقتها للوزارة تحت بيا حشاك بنت حرام ما نسامحهاش. قلت قولوا شكاية مش مشكل مش مشكل ربي يسامحها ما يسالش تلقاها ما يسالش ربي يسامحها ربي يسامحها نحكيوش كلام هذا ما يقولش سامحيني هذيك وكان جت هي بنت حليل معناتها تحطني ما بيني وبين الطبيب دخلنا قلت لها انا ما حاجتي بحتى شيء حاجتي معناتها يعالجوني ويعطوني دواء قهوة ما حاجتي بحتى مخالفات اليوم قاعده كيكه اليوم هذا نهار 24 عندي حشاك في برو ديما لازمك ديما تمشي وتجي ما نمشي ونجي عديت نهار 24 الطبيب وجهني قال لي لازم نعملوا لك نعاودوا نعملوا مازلت تعالج في مستشفى الداخلي 2018 هيك في بالهم باش يعاودوا يعملوا لي العمليه الخامسه حشك تعقدت لي المصرانة فهمتي يا اخي الطبيب نتاعي قال لهم لا اصبروني ساعة عملوا لي حشك دواء ربي سبحانه ربي سبحانه ودخلوني للسكانير المصرانة المعقودة اللازقة في المعدة حشك تحلت فهمتي من الدواء ذاك تحل عديتي سنوات وسنين وانا لتو انا حشك نعاني ما يلزمكش تتعب انت يا بارامو ما يلزمكش تتنقل برشا لا نتعب لا نشقى لا حتى شيء ولا ناكل برشا لا حاكمين عليا 6 و7 مرات في النهار بما معناه تاكلي بشويه حتى كي ناكل ما يقعد حتى شيء في كرشي نتقيا يقعد حتى شيء ديما ما ديما تتقيا ديما 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 عايشه تعبه عايشه تعبه فوق ما تتصوري وعندي حاجه اخرى كنت تحبي توصليها هذيك زياده على الولاية معناتها جروا معاي الحق يرحم والديك ووالديهم عملوا لي رخصة معناتها نتاع دخان فهمتي من 2001 فهمتي كانت ما تسوى حتى شيء الرخصة كانت في بالكم بها تاع 20 و30 دينار اللي هي وريق اللي ما صحيت كي تحركت الأمور أنا واحد في حومتنا مشى المعتمدية عمل فيهم حالة كيفاش كيفاش صالح هذه تاخذ رخصة نتاع الدخان اللي رجلها يخدم في الحاك فهمتيني وقتاش هذا تو عندها جي 6 أشهر 7 أشهر فهمتي بطلت ما عطاوكش لا انا عندي رخصتي قلت من 2001 وانا رخصتي هي عندي حابين يفكوها صحيتي انا عاطينها لي على خاطر المرض نتاعي فهمتي قلت قلت لك انا عندي سقوط 91% راه 91% فهمتي شو نقول لك مش قلت الرخصه انت اليوم خايفه اللي فكوها لك معنا لا انا بقدره ربي مال على شنو قلت لي علاش كون جبت نحكي لك معناتها ولد حمتك كيفاش وصلني معناتها الواحد بحاث في المركز حشاك وصل ضربني لين دوخني بحاثه اي كيفاش هذه ما انت زوجة زميله اي وقتاش هذا رمضان عام ناول علاش ضربك؟ قلت لك الطفل هذايا معناتها جا والله لما فكيها له والله لما نعمل له ولا من قلت قلت لي بحاث راه الكلام مش بسهل مش نحكي لك انا قدمت به معناتها شكايه في قضيه في المحكمه معناتها اعطوني الشكايه نتاعي وجهوني للمركز كي مشيت للمركز خذاها من عندي البحاث هذايا قال لي تو نجيبوه ونعملوا له دارت فيها حاجات اخرى وحسبي الله ونعمل كرش المركز لا نذكروش هيك كي مشيت مش نبحث انا وياه سبقني هو فهم هو وياه قالوا برا هز روحك برا روح انا خلطت هو قال لي تفضلي اش تحبي قلت له خويا راني عندي مكافحه انا وطفل قال لي لا ما فماش مكافحه قلت له راهو رئيس المركز قال لي لا ها ما فما حتى حد يحكم غيريان فهمتي وصلت الحق شكيت به لل سمي معايا رئيس المنطقة فهمت وعمل فيه قالوا يلزمها معنا تاخذوا لها البحث نتاعها وكي مشيت له حشو خايتي قد انا نحكي انا رئيس المركز هكاي قال لي سامحيني عاودي يا رجعي لي راه عندي موقف باش نهزو عاودي يا رجعي لي انا خسرت الوكيل قلت له انا حسبي الله ونعم الوكيل فيه اللي وصلني للحاله هذي خويتي هو جيني هكا
يضربني حشيك بوني على يدي ويقول لي الناس رحلتك جابني حشيك. وقتاش بلادي؟ وقلت لك في رمضان عم ناول. رمضان عام. شكيت بيه؟ شكيت بيه؟ وعيطوا لي التفقدية وعيطوا له لي هو وخذوا لي حقي الحق. سي بيان؟ بهذلوا بحاله ويطلب في السماح بس لي راسي ويبص لي في يدي وسامحيني واعتبريني ولدك وما نعرفش شنو وما نعرفش. صغير وفي العمر؟ صغير ايوا عم تعرس من جينيراسيون جديده. ماني وماني 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 الحسي وانا تمنيت معناتها باش نحكي وانا حكيت سوا تعدي ولا ما تعديش نورمال. قصي المفيد حكيت. شكرا لك. عايشه.